وقعت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية القس أندريا زكي بروتوكول تعاون لنشر الوعي البيئي لدى الأفراد بكافة القضايا البيئية، خاصة قضية تغير المناخ في محافظات الجمهورية كافة. وأكدت وزيرة البيئة أن البروتوكول يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة آثار تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية والارتقاء بالسلوكيات البيئية للمجتمع. وأوضحت ياسمين فؤاد أن التعاون بين الطرفين يتم من خلال تنفيذ حملات توعية حول القضايا البيئية وتنفيذ مبادرات لدعم قدرات المواطنين الأكثر تأثراً من الأضرار الناتجة عن تغير المناخ. كان مهم أن احنا نبدأ ما يسمى بالحوار الوطني للمناخ. مش عايزين أهالينا وشعبنا وولادنا يحسوا ان احنا بنستضيف مؤتمر في شرم الشيخ وهم بعاد عنه ومش عارفين ايه قضية تغير المناخ، غير انهم بيحسوا ان الجو بيبقى حر شويتين وبعدين برد شوية وفي تقلبات جوية. فكان في اطار ده النهاردة وقعنا مع الهيئة الانجيلية اول بروتوكول تعاون عشان يساعدونا في ان احنا نوجه اولادنا، نوعيهم، نقول لهم ازاي يشاركوا معانا في مصر من خلال مشاركات سليمة، إيه اللي هم مفروض يعملوه، هل هم طب دورهم وممارساتهم دي هتعود بالإيجاب ولا بالسلب على قضية تغير المناخ. النهاردة تجسيد مهم لعلاقة المجتمع المدني بالدولة المصرية، ودعا فخامة الرئيس إن عام 22 يكون عام المجتمع المدني، وإحنا بنحقق هذه الدعوة. إحنا بالتأكيد في برامجنا المتنوعة والعديدة ستصبح قضية تغيير المناخ وقضايا البيئة والتحديات هي الأجندة الرئيسية في حواراتنا في الأشهر القادمة وفي السنين القادمة، لأن إحنا بنتعامل مع قضية حياة أو موت بالنسبة للكون كله وبالنسبة لعدد كبير من الدول.